السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الشعري سمار. ضيفنا في هذه الحلقة شاعر تميز بإبداع مبهر وحضور ملفت، تعامل مع الشعر بحب وتقدير فسكن قلوب الجماهير، إنه الشاعر عبد الله بن شمة. حياك الله أحمد. بك حي، الله يسلمك، وشاكر لكم الدعوة الكريمة، وسعيد جدا بوجودي من خلال هذه المحطة وعلى هذا البرنامج والقائمين عليه، وملاقاتك أبو زايد منذ زمن يعني. الله يسلمك. فكل شكر وتقدير لكل القائمين على هذا البرنامج والمحطة طبعا. هذا لنا الشرف حقيقة أن نستضيفك وبهالبرنامج، وسعيدين بلقائك بالفعل يعني. حتى بعيد عن البرنامج نحن زين شفناك يا ريت. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله انتم نشيطين، واحنا كحين بوجود تعرف التقنيات الحديثه والتكنولوجيه ما شاء الله صارت اللقاءات اقرب، وراح صرنا نتابع يعني. قبل فتره فعلا تعارفنا ولكن ما كان في تفاعل في التواصل، ولكن الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى وجود هذه التقنيات، صار ما شاء الله حتى تواصلنا سهل اليوم، وممكن نشوف حتى انتاج بعض ونشاطات كل واحد يشوف نشاط الاخر من جانب. اليوم ابو احمد نحن بنبعد شوي عن مجال الاستشارات في التنميه البشريه، وانت مستشار معروف يعني ما شاء الله عليك، لكن الان نبي نروح الشاعر عبد الله بن شمة الشاعر. خبرنا عن حبك للشعر، خبرنا عن بدايه تكوينك الشعري، هاي الاشياء الجميله. التكوين طبعا، اللهم صل على سيدنا محمد، التكوين الشعري طبعا احنا هذا اهداء من رب العالمين. جميل. ولكن الاهداء، وتصور ان كثير منا في هذه الجزيره العربيه منهم شعراء، ولكن لم يصقلوا هذه الموهبه، لم يعبوا هذه المستودعات بالثقافه والمعرفه. لان جميل. اليوم اي مهاره تقودها المعرفه على مستوى كل المهارات وكل الابداع. فتكويني كان مثل تكوين أي شاعر، تتلمذت على أيدي ناس كثيرين، عملت لي خارطة جغرافية في الشعر، عندي مبادرات كذلك. احنا وصلنا للمعرفة يعني، نعرفنا على المجتمع يوم ما كان في تواصل حتى. فلو نسأل بعض الحين على أيامنا، نتكلم احنا نتكلم من الثمانينات واحنا طالع، شو كان عندك اللي خلاك تنعرف من أبوظبي للفجيرة؟ كنا نجتهد، ما في امسيه تطلع الا احنا تجمعنا ونصير دبل حصن ونروح الفجيره. صحيح. ونروح. صحيح. راس الخيمه ونروح بوظبي ونروح العين. تعاون اكثر كان للشعر. كنا اعلام يعني، مو بس شاعريه. كنا اليوم يوم تتكلم عن شاعر تقول لك كيف بعد تسوق لنفسك. كنا يعني احنا مو بشاعر، كنا مؤسسه شعر. يا سلام. مؤسسه شعر، الواحد منا كان مؤسسه، هو كان يطبع وهو كان يكتب وهو كان يصحح ويصير ياخذ تعديلات من اخر، وكنا نتحمل لدرجه. بس ابو احمد، هالاشياء هذه التقنيه الحين، هذه اللي قلت انت مؤسسه شعريه يعني الشاعر يكون مؤسسه شعريه، الان اختفت يعني مع الشعر الشباب، الشعراء الشباب الان. والله الشعراء الشباب ما اقول اختفت، هم استفادوا من هذه التقنيه ويوظفونها بطريقه اخرى، وانا صراحه حتى شدوني انا وشدوا الكثيرين ان احنا نتجه للتقنيه هذه. ليش؟ اليوم انت ممكن تسوي قصيده مصوره في بيتك. رائع. على اليوتيوب، على انستغرام، فانت ممكن تسوق لنفسك لاقصى يعني، حتى قضيه انك عنونت او هويه القصيده ممكن انها تنسب لك او ما تنسب لك، وعارفين احنا في عالم القرصنه الموجود. صحيح. هذا صحيح. انه يوم كان عندنا الاعلام بس مكتوب كانت القرصنه كثيره، لكن اليوم انت اللي تلقي وهاي صورتك وهاي شخصيتك، فتعطيك على طول هويتك انت. حتى لو يعني اخذها فلان واخذها فلان، على طول ما تكون مكتوب موجوده يعني. توثيق. طبعا توثيق وهويتها تكون موجوده فيها. صحيح. طيب نسمع قصيدة من نبدأ يعني نروج شوية، نروح. حاضر، ما دام دخلتني على على السن القديم، فنتكلم عن زمان أول. لا احنا ما خلصنا الموضوع هذا، بنناقش بس بعد القصيدة ما نسمع. حاضر، خلنا في زمان أول. يلا جميل. فأقول زمان أول، زمان أول، ويا محلى زمان أول. الله. زمان الخيم والنخلة، زمان الهول والمحمل، زمان صراي يسفرنا وطوي يروي ضما كدي، زمان الحنة والعجفة حسافة كيف ما طول، زمان يعلم الياهل كيف يعيش متحدي، يعاني رزقه بالياخة يغوص القوع متحمل، شمال الدور بالصحراء ويدرينا هو الذاري، وناس تنبت النخلة
وناقه مدن يتحول، يا حافظ عسقه معلق وناس تحوط بالزهب، ويلفحها هو البارجيل بين العرش، تتجول هنا معرس هنا طارش وهنا ختمه وتومينه وشهم من الكرم يعقر، قعود مكبر مهلل حيل بالشوش ومرتعش بضاعة وياس وميزع، وذاك المرود البحري كحل عينه ويجمل، تفق خنير وسيف اقشر ومحزم زان عكتوفه قبيلي، ونعم من ربه ونعم ريال ونكمل، تعالوا نعيد ماضينا ترى حاضرنا ما قصر ينادينا يقول انتو زمان اول زمان اول. الله رائع جدا، رجعتنا لزمان اول بالفعل، جبت كل الادوات اللي استخدموها الناس قبل، بما ان احنا في هذا هذا البرنامج وفي هذه البيئه الحقيقيه، كان يعني من الواجب اننا احنا نستقي من هذه البيئه اللي احنا موجودين فيها ونبغي نعيدها، لان احنا يعني انا اتصور ان هذا البرنامج من نجاحه ان شاء الله راح يشوفه الصغير والكبير، اكيد هذا خلي تستوي هذه المناقشات للمشاهد اليوم، احنا المشاهد نبغي يناقش يقول مثلا هذا الشاعر قال كلمه مثل هذه، صحيح. او مثلا وهي مثلا امراه من امهاتنا قاعده تقول الله ذكرني بالكذا المرتعشه مثلا ميزع تعالي امي او جدتي شو هذا الميزع، يعني حاول من خلال هذه القصيده ان احنا نذكر، وهي توثيق بالنسبه لي لهذه المفردات اللي هي لها هويه الاماراتيه. اذا خبرنا ابو احمد عن حياتك وسط هذا الزمن الجميل، وسط هاي الادوات الرائعه جدا القديمه. والله لا زلت انا، يمكن مو بانا وكثير من الاخوان، واتوقع احنا لا ننفصل عن هذه البيئه في ظل مجريات وتيارات العمل. لا شك ان هناك في قصور ذاتي، وقصور على المستوى الاسري، وقصور على المستوى الاجتماعي، صحيح. في ظل هناك تحديات مطلوبه منك، في هو التسارع في العطاء، التسارع في الاداء، نهايه النص المبدع صار عمره مؤقت ما صار عمره طويل، لان صحيح. كل يوم الناس تكلمك تقول لك شو جديدك، زين القصيده اللي سويتها كان الواحد يسوي قصيده من ايام المعلقات وتبقى لعهدنا هذا، وهي قصيده واحده، صحيح. يا اخي ناقشوني في القصيده، مش انت، انا مش بيض الدجاجه اللي تبيض ذهبا، ولكن لما تسالني عن دليل انا عشان اتحفز لجديد يستوجب انك تناقشني باصداري الاول او انتاجي القصيده، ففي ظل هذا التيار ما تلقى اللي يناقشك بالصوره الادبيه اللي تبغيها، كل واحد يبغي تركيبه بيت يستخدمه في رساله نصيه خاصه لموضوع يعني هو، لكن اليوم انا محتاج من يناقشني في القصيده تركيبتها، هندستها، مفرداتها، حتى الوزن، واذا كان فيها زحافات ما فهمت مصطلح معين على سبيل المثال، اليوم ما تحصل هذا الموضوع، فمطالب من كل الاتجاهات انك انت اليوم طلع جديد، لقاك بارح كان وياك، ها شو جديدك اليوم؟ يعني يا جماعه انا في الدرج حاطينهم، فما يصير أدرى حتى النقد، يعني النقد في نقد الأدب ونقد الشعر، ما في عندنا نقاد في الشعر، حتى للأسف يعني هناك في بعض الناس يكتبون في، بس نقد انطباعي أكثر. والله إحنا اليوم دراسات سيدي فاضل زايدة، اليوم إحنا من السوينا في ساحة الشعر عندنا صار لم نواجه نقد، يعني ما حصلنا فعلا ينقدنا قصيدة ما عجبته لغى الشاعر كامل. هاي يعني من المصائب اللي موجوده في الساحه عندنا. بيني وبينك وجهات نظر مختلف، وجهات نظر، اذا انت سيء، انت مو بجيد. زين انا اتكلم وياك بغض النظر عن سلوكي الشخصي او انا شو اسوي، ناقشني في نص. اليوم امير الشعراء لم يبنى امير الشعراء عشان هو امير الشعراء احمد شوقي لا يجيد الالقاء. ولكن التاريخ الادبي لم يعفيه من هذا الموضوع، كان ينظر إلى نصه. فاليوم إحنا يوم لما دخلنا هذه الساحة، وللأسف في الجزيرة العربية لليوم ما نشوف نقد حقيقي بالنسبة للشعر الشعبي، حتى مش للشعر الشعبي بشكل عام، يعني النقد في الأدب والشعر الفصيح أيضا يعني نوع ما قليل، ربما تلقى في أقطار أخرى، ولكن يعني إلى حد ما أنا أتكلم عن المساحة اللي إحنا منتمين لها وأنا منتمي لها، فأحس إنه ما في نقاد، صارت كلها شخصية الأمور، آراء شخصية والتحليل منظور شخصي، منظور أن أعجبني أو ما أعجبني، أو مقارنات مع نصوص أخرى أو شخصيات أخرى، هني المشكلة،
ليش أقول لك شخصنة الموضوع؟ أنا يقارن والله خالد لا أفضل، لأن نصه شيء خالد أفضل مش النص الحين عشان كان الاسم هي تتكلم عن النص ما تتكلم عن النص يتكلم خالد أفضل عشان عبد الله لا 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 تعبان، لأن شوف شو قال في القصيدة خالد أفضل مش النص أفضل، ما أنت ممكن يكون عندك 100 نص صحيح، فقيم لي النص لا تقيمني أنا كشخص. أنا شوف قبل يوم يعني بدينا يوم أنا بديت كتابة الشعر يعني تعرف كنت أشاور منه الشواب، نعم يعني أجلس مع أبوي أحيانا مع عمي أحيانا مع جارنا الفلاني وكذا أقول له القصيدة، صدقني هاي لو يعني عندهم ذائقة عجيبة، نعم يعني حتى الكلمة يودها يقول هاي الكلمة ما استسقتها، يعني ذكرتني بشغله ابو زيد ما استسقت، يعني لازم تبدلها او تشوف لها حل، يعني هذا نقد يعتبر انا هذا نقد وتصحيح جميل يعني تصحيح لانه قاعد ينتقدك في نص ما ينتقدك انت، ينتقد نصك نص انه غدا شو بتكون باكر شو بتستخدم من مفردات، لان هي ادواتك في النهايه صح. ذكرتني في الله يغفر له ويرحمه سعادة حمد بوشهاب، كنا احد يعني من واحد من التلاميذ اللي كنا سيرنا نتتلمذ عليه، فكنا اني بالقصيده مطويه سهرانين عليها اسبوع كاتب قصيده فرحان توصل عنده تعطيه القصيده عشان يقراها قبل لا يفتحها يمزقها، فعلا يقول لك لا تيني بدون ادوات، ما عندك مستودع ثقافي وادبي في راسك، لازم يكون عندك الموهبه محتاجه معرفه، والمعرفه هي تقودك الى الموهبه الحقيقيه الصح، ولذا بعد ما تعلمنا وقاصيرة من هذا القهر أن تمزق قصيدتك والورقة وبعد قبل ما تنقرأ، فصرنا لا أنك ما تسعى تكتب صح. تسعى تحفظ صح. وهذا شو أهمية الحفظ أبو أحمد لأن الشاعر نفسه يعني طبعا الحفظ عندنا اليوم إحنا حتى مجريات الحياة خلت المستودع عندنا فاضي، القراءة هي استكانة للمفردات اللي ممكن تستخدمها باكر لترجمة المشاعر اللي عندك، فأنت محتاج أدوات مثل رقعة الشطرنج، فالمسألة مسألة أن كل قصيدة هي معركة فيها في النهاية نجاح إنجاز فوز، أنت لما تنتهي من القصيدة إحنا دائما نقول العنصر المتردد، أنا وأنت لما نخلص من القصيدة 1000 مرة نتردد طبعا ونعيد في تركيبتها، وأحيانا يمكن من الأشياء اللي مرت علي بين صدر وعز بملاحظة من أخ مثلك وشرواك جلبت صدر عجز والعجز صدر كل القصيدة كل القصيدة هاي ياكل موقف هاي نعم عجيب. بس ملاحظة لشخص وفعلا تمعنت في القصيدة لقيت ملاحظته في مكانه سبحان الله يذكره بالخير أستاذ عبد الله الشامسي الشاعر عبد الله الشامسي كنت قاعد بس كان يقرأ القصيدة وقال لي له ها أفضل قلت له قراها أنت عدها أنت يوم عدها فعلا نبهني على شغلة قلب كل الصدور إلى عجز والعجز إلى صدر رائع 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 من هندسة جدا ممتازة فمهندسة أن كيف انكتبت أنه ممكن تصلح صدر وعجز في نفس الوقت لأنها كانت محكومة بروي صح. الحين أبو أحمد أنا أحيانا يعني يسألون الشعراء الشباب يعني يقولوا لي كيف نكتب وكيف نتثقف وكيف، أنا أقول لهم احفظوا للشعر الفلاني احفظوا للشعر هذا العربي مثلا هذا الشعر النبطي الإماراتي مثلا وكذا، فيقولون إحنا أحيانا يعني إذا حفظنا هاي الأبيات يمكن نتأثر بالشاعر ونتقمص حتى شخصيته وحتى أسلوب كتابته، كيف يعني الشعراء يتخلصون من هذا الشيء؟ أول شيء لا بأس أنك تتأثر ولا بد أنك تتأثر على أساس أن التأثير هو حافز أساساً للعطاء طيب. ولكن إذا لم يكن يوجد عند الشاعر كثير من الشعراء اليوم نتكلم عن ساحة الإمارات أنا أقول لك يا فيها 30,000 شاعر طيب لكن من هو المتميز اللي عنده التشالنج اللي هو عنده التحدي هذا هو التحدي اللي انت اليوم لازم تتاثر ولازم يكون عندك حافز ولازم يكون لك بصمه لان في اول مشوارك لازم تستوي تسوي قاعده لنفسك مستودعات ذهنيه فيها الكثير من المفردات لازم اعرف الاوزان افرق بين الاوزان اعرف شيء في العروض اقرا الفصيح اقرا الشخصيات كان من ضمن التمارين لحياة حمد بوشهاب أنه يجيب لنا قصائد بدون أسماء طيب ويقول لك هاي لمنو الحين يعطيك 3 قصائد ويعطي فلان 3 قصائد ويعطي فلان ويقول لك اكتب لي تحت هاي القصيدة لمنو وتطلع القصيدة أحيانا لصاحب اسمه شيخ محمد أحيانا لفتاة العرب أحيانا لخالد الفيصل أنت ما تعرف أسماء بس شو يبغي مرن ذاكرتك أن أنت في ثقافتك ومستودعك عندك ليش الشعراء القدامى كانوا يجالسون مثل ما تفضلت أنت أنا أروح عند عمي وأبوي وما أدري كيف ليش لأنه عنده حصيلة من الأدوات من هالمفردات إذن هو ورث والأدب
يعني مثل الكربون اللي هو ينسخ فيك وينسخ في مجتمعك، اي كلمه تقولها محفوظه على مدى التاريخ باكر، فما تتاثر فيه. اذا انت تقرا لشخص واحد فقط هذا اللي ممكن تتقمص شخصيته، يعني شخص واحد فقط، لكن اذا انت تختلف هني تميز، تعرف ابداع فلان وابداع فلان وابداع فلان، وفي النهايه يصبح لك انت جغرافيه خاصه. يعني اليوم احنا اخوان، خالد ضرحاني شاعر، خالد الاهلي خوار شاعر، سيف السعدي شاعر، عبد الله بن شمه شاعر، كلهم ولكن كل واحد عنده اتجاه اسلوب معين، اسلوب معين حتى في المفردات. صحيح، لو نحط الاربع قصايد يقول لك لا هذا مال فلان وهذا مال فلان وهذا مال فلان. خلنا نشوف بصمه عبد الله بن شمه في هذه القصيده المصوره. رهيف الحس، رهيف الحس، ما يقدر شعوري ينكر احساسك، ولا يقدر غرام الأمس يمحي صورتك فيني. تميز قلبي بحبك من ما طاك إلي راسك، وإذا لي قلت يا عمري أحس الصوت يلفيني. كلامك يفرح الخاطر، هقيت إن الهنى الباسك، تفضل قول ما عندك بالأفراح غطيني. أحبك بعد، أحبك قرب، وأعشق فيك هوجاسك، وذيك العين والخدين وجملة فيك ترويني. كلامك يفرح الخاطر، هقيت إن الهنى الباسك، تفضل قول ما عندك وبالأفراح غطيني. إذا مريت بأفكاري أحس بحموة أنفاسك، تمنيتك وما قد خاب شعور كان يلفيني، لأنك من أسر قلبي وقدر بالحب يحويني. رهيف الحس، ما يقدر شعوري ينكر إحساسك. صح بوحك ابو احمد، هاي هي بالفعل بصمه عبد الله بن شمه بالفعل. يعني انا لما يعني اقرا قصيدتك يعني ولا اسمع، يمكن حتى احيانا في بعض الاذاعات ما تطلع اسماء معينه، لكن اعرف هاي قصيده منه اقراها، لا هاي قصيده فلان، بصمه فلان، والفعل انت متميز في هالشيء. يعني جزاك الله خير، لك نكهه خاصه ولك بصمه خاصه. والله يا ابو زايد، هي مو مساله ان عبد الله بن شمه له نكهه خاصه، اي مجتهد له نصيب في انه يضع بصمه. مثل ما تفضلت، وهذا كلام كثير من الاخوان يقولون، خلاص من في الاذاعه على سبيل المثال، هناك تركيبه كذلك، انت التمرين اللياقه الشعريه، في شيء اسمه اللياقه الشعريه. صحيح. اليوم وين تعلمناها اللياقه الشعريه؟ تعلمناها من الامسيات، كيف يكون عندك اسلوب، كيف تتعامل مع مهارات الاتصال، صوتك، توجهك، حركات ايماءاتك، لغه جسدك، القصيده تحتاج كل هالاشياء. هذا ابو احمد موضوع مهم جدا، خصوصا يعني الحضور وال يعني اسلوب الالقاء وكذا، والحركات والايماءات هاي تنفع الشعراء، وحضورها مهم جدا في الشعر، خاصه في الامسيات الشعريه. بس نطلع فاصل ونعود مع الشاعر عبد الله بن شمه. حياكم الله من جديد مع شاعرنا وضيفنا المميز والمبدع جدا 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 عبد الله بن شمه. حياك الله من جديد. حيا الله يسلمك، سعيد جدا والله. الله يسلمك. كنا نتكلم عن الامسيات وحضور الشاعر. نعم. في الامسيات يعني لابد ان يكون للشاعر حضور مميز، يعني في القائه، في طريقه ردوده الافعال، خاصه اذا مثلا تلقى ردود افعال الجمهور، كيف يتعامل معها؟ خبرنا عن هذه. طبعا الحمد لله رب العالمين، احنا من كثر ما في عهدنا ذاك او عهدنا هذا، اللي هو احنا كثافه الامسيات كانت كبيره، فتعلمنا منها. طيب، لدرجه اني تحولت الى ان انا عامل برنامجين يخص هذا الموضوع في الشعر. اول شيء، اول برنامج مسوينه هو كيف تمارس الامسيات، كيف تكون على كرسي الامسيات، وفي مهارات الاتصال، كندوات يعني محاضرات ولا اي؟ نعم، دورة اعطيها. نعم، ومن ينتبه من الاخوان من الشعراء يتواصل وياي، وانا تحت امره، لان في كثير من استفادوا منها، اسماء اليوم موجوده وتسمعها في الاذاعات، تسمعها في الامسيات. ممتاز. ان كيف تستخدم، وهذا برنامج علمي، انك انت مهارات الاتصال الفعال، هي مهارات اتصال عندك، لكن كيف اخضعها في الامسيات. اتذكر على هاي السالفه مره، احنا كنا كان اول عندنا البليب. ايه البليب زمان
زمان وكنا في احدى امارات الشرقيه وكان يعني الجمع كبير فانك انت لما تلقي ومره واحده الصف الاول عنده حد يرن بليبه عالي شو ممكن تسوي؟ صح. فعالجت الموضوع في اني حولت قلت الله شهد حتى حولت الموضوع لصالح القصيده. ممتاز. كيف تكون عندك سرعه بديهه تتعامل مع ما يجري؟ هذا ضروري. احيانا يكون عندك مثلا قاعدين في الامام نساء او اطفال في الخلف والاطفال هذه لا يعملوا لك شوي ازعاج في الموضوع. احيانا في واحد مجموعه معزومه لا تذي في الامسيه تعالوا كملوا المكان وتعالوا يسو فتلقاهم يسولفون ما بوياك وانت كشاعر تنقهر انك انت تبغى تقول القصيده صح. بس مو منتبهين اي مشاعر هذه فبعد كيف تكون هاك شطاره في انك كيف تجلب هذا الانتباه لصالحك في امسيه الحضور فيها خمسه الحضور الجمهور خمسه طيب. واحنا على الطاوله اربعه ثلاث شعراء ومقدم بس بعض الاخوان يا نفس الاحساس قلت له لا بنكمل بنكمل وبنكمل وخلنا نعد قصيد حق عمارنا يعني نعتبر عمارنا احنا من ضمن الجمهور وفعلا يفكروا فيها لوقت بسيط واختلف الاحساس ايجابي ولذا اليوم الدوله تبغي الطاقه الايجابيه طبعا. يا اخي حتى لو خمسه ثروه بالنسبه لي وهم ذويقه ولا يحضر لي 200 وسووا لي دوشه صح ف حتى انت تقدر تركز في موضوع المفردات تركز في مضمون القصيده وترسل مشاعرك او القصد المعني من هذه القصيده زين ابو محمد ما تلاحظ ان الامسيات على طاري الامسيات الامسيات اليوم يعني قلت مو مثل قبل احس انه وايد امسيات نعم يعني اسمع هاي الامسيه في العين وهاي الامسيه في دبي وهاي ابو ظبي والشارجه والجيره وغيره وراس الخيمه الحين ما نسمع الحين الامسيات سيدي الفاضل تعلقت في المناسبات او فعاليات خلينا نسميها هذا يعني مثل ما انت عندك فعاليه تبغي خيمه كذلك والله دورونا كم شعر حطوا يعني قطعت اثاث اي بس ترى اقول لك هي شيء من ضمن الفعاليات اللي يسوونها واذا كانت فعاليات شعبيه او وطنيه صار الشعر او النص الشعري او الامسيه ككل من ضمن مبهي الفعاليه من ضمن الفعاليات مثل يوم تطلب خيمه يطلبوا لك امسيه شعريه عشان بس يكملون الجدول مالهم وهذا طبعا لعدم ادراك الناس اللي مقيمين ومنظمين الى قيمه هذا الشعر وهذا اللي احنا نفتقده، لازم مهرجان كبير عشان يكون في شخص كبير وهو ينظم الشعر. ما صارت الكلمه مثل ما قلت هي شخصنه الموضوع. انت مو في الصوره ما غنوا لك وايدين ما انت مو معروف. فما يحتاجونك حتى في موضوع الامسيات، كنا نطلع امسيات وما حد يعرفنا خير شر، لين انعرفنا. بس كيف يعني الامسيات قبل كانت في اقبال حتى على امسيات اقبال نعم ايضا كان في اقبال وفي بعد امسيات بكثره يعني في ناس كنا شو السبب يعني خفت الامسيات خفت الامسيات الناس ما عندها اداره وقت حقيقيه او الناس مقيمين الفعاليات احنا كنا نسير على شرف فعاليات كثيره تدري ان كان بعض الافراح المعاريس يسوون امسيه انا اذكر كنا في عرس واحد من الاخوان من ضمن الفعاليه قام امسيه وكان فعلا فكره رائعه لان احنا نعرف يعني فعاليات الرجال او اعراس الرجال غالبا ما تكون صامته والعصر اللي هو فيه رزيف برا ولا يول برا بس بعد المغرب خلاص فحول الفكره على انها تكون امسيه وفعلا حضروا الشباب وتفاعلوا في القصيد وصارت امسيه حقيقيه فالناس كانت تسعى ان تسمع تشوف تنفعل تبغي في كان عندي مشاعر ابغى اقولها الشاعر هذا ينظمها بشكل منظوم فيا ليت ياس يطلع مشاعري بطريقه منظمه افضل صح فاليوم افتقدنا هذا الموضوع مساله تنظيميه لهذا الموضوع وتقدير الشعر كشعر مو بالشخصيه هو شوف يمكن القائمين الان اليوم على الامسيات الشعريه للاسف هم يمكن ما يخصهم في الثقافه وما يخصهم في الشعر انا لاحظت كثيرين يعني دعوني انا عرفت ان الجماعه ما يخصهم في الثقافه ابدا فقط اداره وما يقدرون الشاعر شو اهميه الشاعر هذا شو يبى الشاعر يعني احيانا الاسئله التقليديه هي الاسئله التقليديه يعني المفروض يكون في اعلام في دعايه للامسيه هاي بس خذوه فغلوه زين يعني زاقرينك بعد اليوم وصلنا لهالمرحله زين زاقرينك زين مسوي لك كاني يعني انت هاي مو قاعد تتعامل مع مشاعري تتعامل مع قطعه محارم انا اعطيك اياها ف
فهي مشكلة. ولكن شو الحل طيب؟ شو الحل؟ نسأل الله شو الحل من وجهة نظرك؟ والله مثل ما تفضلت أنت مسكت العصا من الوسط، أن القائمين على هذا الموضوع. أنا أتمنى أن إحنا مثلا، أنا صراحة أشوف في بيت الشعر في الشارقة صراحة قاعد جهود جبارة، يعني أنا أشكر حتى الأستاذ محمد البريكي والإخوان القائمين على بيت الشعر ومركز الشعر في الشعر الشعبي بعد راش الشرار، يعني راش الشرار بعد يعني الحين ما شاء الله يعني يحاولون جاهدين في أنهم قاعد يعملون شيء. أمسات الأستاذ علي الخوار كذلك بعد في قاعد يجمع قائمة بعناوين وأسماء الشعراء بعد على أساس أن تكون عن طريق وزارة الثقافة أعتقد. ما أدري بالعلم، بس هو تواصل معي بخصوص هذا الموضوع أن حط سيرتك وحط اسمك وحط كذا. ففي جهود الحين ما نقدر نقول يعني حرمنا منها، ولكن في إخوان مثل بشرواك، وجود هذا البرنامج أحد يعني عناصر اللي تحافظ على قيمة هذا الشعر. لا له كحراك ثقافي، نحن في دولة الإمارات الآن من أفضل الدول يعني العربية في الحراك الثقافي على كل المستويات، لكن يعني خاصة الشارجة، يعني الشارجة عنده مشروع ثقافي صح. يعني مستمر، وما شاء الله يعني تحس أن الشارجة في مهرجان ثقافي يعني مستمر على طول على مدار العام. لكن هل الحراك الثقافي في دولة الإمارات بشكل عام يعني هل خدم الشاعر الإماراتي؟ هل خدم الأديب الإماراتي تشوفه؟ أتصور عندهم أولويات. عندهم أولويات، ما أقدر أقول لك ما خدم فيها، أو في خدم شريحة معينة وقاعد يخدم، ولكن العجلة تمشي ببطء، تتحرك ببطء. ويبغي بعد يعني هذا الحراك الثقافي ما يبغي إلا ملاحظات من إخواننا بعد يعني الشعراء ولا الأدباء ولا الروائيين وأهل القصة. يعني أنا أشوف مثلاً فعاليات حلوة حق أهل القصة والرواية، الندوة الثقافية خصوصاً في دبي مثلاً، ندوة الثقافة والعلوم تسعى إلى في كثير مؤسسات ثقافية. فأنا أتصور عندهم أولويات في هذا الموضوع، والخير بيبين ما دام الحراك موجود. لا الحراك موجود على مستوى الخير موجود مستوى مناطق الدولة بشكل عام، يعني صراحة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع أيضا ما مقصر في الموضوع. أنا أقول لك في يعني ما ما ما, ما 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 أعدمها، ولكن أنا أشوف من خلال هذا الحراك راح العجلة تدور علينا. بنرجع لهذا، في قضية معينة بغيت أناقشك فيها، بس نسمع بعد القصيدة. نسمع أقول إن سألت العين، إن سألت العين عن أرض الجمال، عن رياض للأدب فخر ومثال، ترتسم فيها تعابير العرب، تشهد الله ذو المعزة والجلال، قالت انظر في حمادار الكرم، في ثراها الشارقة حد الكمال، زعفران رمالها عز الطلب، تروي العطشان عذبات الزلال، يشهد التاريخ إلها والزمن، للعروبها رخصت حالا ومال، للمعالي تتجه دايم ودوم، حتى صارت للعلا دوح وظلال، ما وطاها العيب ولا داست خطأ، درها لله ترفل بالدلال، ناسها صناع أمجاد وعزوم، مكرمه للضيف بقوال وفعال، تلتكي زوارها بصدر رحب، بالمعزه شامخه مثل الجبال، للثقافه عاصمه بكل الفنون، قبله للعلم وللطالب منال، للمعارف منبر ونار وعلم، في ظلال القاسمي نعم الرجال. ونعم 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 صح بوحك، قصيده جميله والشارجه تستاهل، وحاكمها المثقف ابو محمد الله يطول بعمره ويحفظه ان شاء الله ويرعاه ان شاء الله، لأنه بالفعل هو أبو الثقافة، أبو الثقافة نعم في دولة شيء. الإمارات. كنا نتكلم عن الأمسيات الشعرية والبرامج الشعرية والمهرجانات الشعرية، بس الشعراء الإمارات يقولون هناك في تجاهل لهم من قبل هذه المهرجانات اللي تنظم في دولة الإمارات. سبقتنا في السياق بزعيد وقلت أنت للقائمين في التنظيم هم لا يقدرون هذه المسألة، فالمسألة مو في الشعراء، وشكوتهم حقيقية حقيقية عن شكوتهم. نعم شكوتهم حقيقية، وكل واحد تكلم قال لك لا أنت سعى أنت طلع نفسك، أنت كيف أنا أقدر أطلع نفسي واليوم أنا ما عندي حتى موضوع جمعية أنتمي لها، ما عندنا كوكبة معينة، ما عندي مكان أنا أوثق، أركض على وزارة الاقتصاد عشان أوثق لي قصيدة. اقترحت في يوم من الأيام على وزارة الثقافة أن احنا نسوي في ظل البرامج الموجودة تعمل لي مثلا على سبيل المثال بريد إلكتروني حلو.
انا اللي اكتبه في البيت اطرش لك اياه فتوثق عندك من تاريخه. من تاريخه فيستوي عندك انت مثلا كل اللي انا وثقته من خلال البريد الالكتروني اللي تعطيني اياه انت تصنفني تقابلني وبعد ما تصنفني تعطيني سواء بطاقه او تعطيني بريد الكتروني خاص فيك مال الوزاره. صحيح. شاعر رقم مثلا شاعر فلان شاعر فلان شاعر او اي صيغه اسويها عشان بس انا اوثق قصيدي اليوم. اليوم انت اللي تكتب المجلات اليوم انا ابتعدت عن موضوع النشر. ياخذ قصيدتك يلقيها بصوته في مكان ثاني ضاعت الهويه وتطلع انت كاذب. صح. الموضوع يسبقك في مكان يعني سمعها اليوم اخوك وياك ولا عن طريق التليفون سبقك بس حق في اي احدى وسائل الاعلام حتى لو بالتليفون خلاص يقدر يقاضيك فيها انه ماله. فاحنا نعاني من هذا الموضوع لانه ما في شيء في نفس الوقت مثل ما تفضلت طول عمرك انك انت قلت اليوم المنظمين بالنسبة للشعر هم ما يقدرون شو الشاعر وشو القصيد. احنا صرنا قطعة من قطع الفعاليات. المسألة اللي احنا نوجهها لأصحاب القرار ان اليوم نبغي اول شيء تجمع شعري خصوصا اليوم عندنا شخصيات الله يبارك فيهم طول بعمارهم الشيوخ موجودين. طيب. الجمعية ما تقوم جمعية اتحاد يعني يد الله مع الجماعة. صحيح. والناس في ناس معروفة عندك وعلى كفاءة انها تقيم وتدير هذا الموضوع تدير ان هناك يكون في جمعية واتحاد ومركز ثقافي معني بالشعر النبطي وخصوصا لا زالوا الحمد لله الله يعطيهم طولة العمر هناك رواد موجودين. صحيح. في هذا خلنا بدأوا مشروع قديما كان جمعية الفنانين ومن ضمنهم كان الشعراء او كتاب الاغنية وقبلنا بس لين لم ينشأ شيء في الموضوع. صحيح. زي ابو احمد انت انا اشوفك شوف حتى انت يعني ابتعدت عن حضور الشعري والاعلامي يعني قلت امسياتك حضورك الاعلامي ايضا قل شو الاسباب هل يعني يمكن موضوع الاستشاره لا هذا هذا جانب منه. اليوم خليني اقول هي مزدوجه بشكل عام. انا فعلا ما عاتب على نفسي انا فخور بنفسي انا في وقت الاجتهاد اجتهدت ومثلك الشرواك يعرف من وقت يكون عندي انتاج انا الشعر ما يكون عندي فراخه كل يوم لا النص الشعري اعتمد اعتماد لازم يكون مشاعري حقيقية ممكن هي ممكن تستوي مقاول وتكتب يعني اليوم الله أعطاك أدوات لو أقول لك في ساعة روح وتعال بتكتب لي قصيدة مو مشكلة. صح صح. ولكن لازم تقيم في حد حشمي وحد حشم نفسك أنا. فأحيانا يعني أنا ابتعدت عن موضوع فيهم الأيام كنت من ألمع الكتاب في مجال الأغنية انسحبت من هذا المجال لهبوط هذه الأغنية. اليوم الإعلام عشان يطلعني الإعلام يقيمك حتى في بعض المؤسسات عرضت علي برنامج انك قلت يلا هات قصيدتك سوها ب 15 ثانيه عشان بس تسوي موقع في الانستغرام معناته حقنتني انت في النهايه ما قلت انا القصد اللي انا ابغيه او ابغي اوصل له مع اني خضت هذه التجربه في التسعينات. نعم. من خلال يعني لو ترجع الى في الـ في الـ في الـ حتى الانترنت تسال عن شعر دوت كوم. صحيح صحيح. عندي كان ديوان صوتي نتناقش. ايه فأنا سويت هذا الموضوع من حيث التسمية كنت يعني سمارت آي دي اللي يسمونها اللي هي مثل ما يقولون الطاقة الذكية أو الإبداع الذكي. في التسعينات أنا مسوي هذا شعر دوت كوم وكنت حاط بعد بيتين 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 اليوم يصلح لهذا المكان وقلت له خذ هذا الموضوع من النت وقسمه. يعني لك أسبابك أنت في عدم الظهور وعدم لي أسبابي وفي نفس الوقت اتجهت له هو مهاراتي أنا في عالم الاستشارة والتدريب. جميل جميل. وهذا يأخذ مني وقت كبير صراحة. ما شو رأيك نريح نطلع فاصل نصح فاصل قصير ونعود. حياكم الله من جديد مع ضيفنا وشاعرنا المميز عبد الله بن شمح. حياك الله وحمد الله يحييك الله يبارك فيك. قبل الفاصل كنا نتكلم عن ديوان اعتقد دوت كوم انت صدرت ديوانين. نعم ديوان صوتيين يعني ديوانين صوتيات واحد مفاجأة ديوان كانت يمكن مفاجأة حدثنا عن هالمفاجأة أول بعدين أول ديوان أصدرته يمكن أكون أول واحد يعني أول واحد في دولة الإمارات يصدر ديوان صوتي في دولة الإمارات. سعيت لهذه الفكرة أن عشان تكون قوية أني أجمع أكبر قدر من الفنانين والشعراء وياي في هذا الديوان. عجيب. الفكرة كانت أن أنا جمعت معظم الفنانين اللي قدرت أجمعهم والشعراء من الأخوان من المشعراء اللي شاركوا عندي الخوار عد اللي كان كل القصيد لي والعد للأخوان يعني الخوار عد لي قصيدة أحمد المري عد لي قصيدة
شارك وياي الممثل عبد الله صالح ابو مروان، عادل الخميس كفنان غنى القصيده، عادل الماس كان موجود، كان مسرحيه شعريه صغيره فيها، وكان ما شاء الله وكان فعلا عمل مفاجئ. هو ديوان شعر، كان اللي يبغى يسمع كان يبغى يسمع عبد الله بن شمه بس، بس يلقى اغنيه يلقى سيناريو شعري، كان يلقى يسمع فنان. وفعلا يعني انا عقب ما خلصت التسميه لان ابغيت اسميه ما لقيت اسم غير انه هو مفاجئ. وبالفعل هو مفاجئ. نعم كان مفاجئ فعلا. طيب والدوت كوم بالفعل كنت سابق فيه، يعني حتى الاسم يعني غريب نوعا. نعم. دوت كوم وهاك الايام. هذيك الايام انا من الحمد لله رب العالمين كنت دائما في دراسه ودائما احب اتطور واقرا فحتى حسيت ان العالم واحنا كاشخاص متجهين الى شيء اسمه الالكتروني. حلو. الكتروني والتحول الالكتروني الحين الى ذكي. صح. فصرت اول من فكرت اتصل في بعض الاخوان اللي تعال انا اشوف الشركات يسوون مواقع، يصير في موقع شخصي حقي. قالوا لي شيء سير عبر الانترنت، وسير عبر الانترنت وفعلا القى مواقع لدكاتره لمثقفين لكذا. قلت انا على المستوى الاماراتي ما كان في حد، صرت وانشات موقع اول شيء. موقع خاص فيك. خاص فيه. جميل. بس الموقع الخاص فيه واحنا ياسين مع المهندس كان يقول لي شو اسميه؟ قلت له سمى شعر دوت كوم. بناء قال زين شو نعبي؟ قلت له انت احجز الاسم واحجز المساحه وارفع صفحه فاضيه انه قريبا. جلست افكر تقريبا مال اسبوعين شو اسوي فيه؟ شو اسوي؟ الناس تدخل وانا من ضمن الناس اللي يدخل ما اتحمل قراءه اشياء وايد في اسمه الانترنت. كنا وتحولنا من قارئين او المجتمع تحول من قارئ الى سامع اكثر او مشاهد اكثر. فصرت صنعت يمكن مال 120 مقطع رائع كلهم من بيتين 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 بيتين. اذكرها ايه. ومن ضمنهم كانت قصائد، بس قصائد ذات هدف معين فيها. واتفقت مع احد الاخوان مهندسي الصوت فاعجب بالفكره، ابراهيم الامير الله يذكره. فكره جديده اصلا لازم يعجب فيها جدا جدا. ولا انسى هذا الرجل حيث افكاره، افكاره واخراجه الرائع صراحه. فجلس قال لي اعطني يومين الحين ما بفكر، اعطني يومين. قلت له زين. مخمخ شوي. اقول لك سوالي شغل عجب انا ما توقعت. قال انت جلس عد اللي عندك كله وخلني. وفعلا عديت، يعني انا هي جت الفكره شعر دوت كوم من عندي، لكن من صنع كل هذه الفكره مهندس صوت المهندس ابراهيم الاميري. فيومية اسمع قال لي تعال اسمع، وهو متردد وانا متردد ونسمع. ابهرت انا ابهرت. قلت له بابا مثل ما هو ابا. ليش؟ لانه كان جديد على الاذن. صحيح. من التحيه الى النهايه كان بس بيتين احبك عد ما قالوا كل الناس اللي خله. بقول المعذره يا ناصر سن في القلب شو يشله طن بس. فهذا نقلت هذه الملفات على الدوت كوم. فاستوى فعلا ككاسيت وسي دي شعر دوت كوم ومتعلق بالموقع. فحولت في الموقع كيف تصور البيتين. ذاك الوقت ما كان عندنا تقنية تصوير، وكان في هذا الوقت حولت هذه البيتين إلى فيديو كليب في نفس الوقت، هو سي دي وفيديو كليب في نفس الوقت. أنت سبقتهم الحين، سبقت الانستغرام وسبقت الجماعة اللي بس سوها. بس لو كانت الفرصة ذاك وكنا فاضين كان سويتها. بس إيش معنى ليش ما كون ديوان مطبوع؟ ليش ما كان؟ والله ديوان المطبوع يمكن انا عندي نفس الاحساس اللي موجود عند الكثيرين من الاخوان، ان احنا ناس. وفعلا لاموني امبارح الاستاذ لها التحيه نور المهير قالت لي في ناس يقرون، ولكن لما تسوي مفاضله تلقى قليلين اللي يقرون. احنا نقرا وبين الشعراء ناس ما تقرا تسمع اكثر، فما بالك اللي هم معنيين بالادب ما تلقى عند القراءه الكافيه. فاليوم وشفت تجارب لكثير من الاخوان، ويمكن حضرتك بعد شفت انه يوزع ويدور بسيارته هو اللي يوزع الناس ديوانه. ساعي بريد. ساعي بريد. ساعتها لا يبون ها شو جديد مسوي ديوان عطنا. ولا يقول ما حد يوصل لك المكتبه ياخذه او اي مكان لو محطوط اي مكان ما ياخذه. يعرفك ويعزك ويغليك وكل شيء لكن ما عنده وقت يقرا. بس كيف رواجه؟ كان رواجه يعني صوتي؟ صوتي كان رواجه كبير. لان كانت في شركه انتاج في الموضوع. كان يهمها أن تكسب من هذا الموضوع، وكانت تعمل لفرقة إعلامية في هذا الموضوع. وخصوصا يعني أنا في مبيعات شعر دوت كوم فعلا يعني مثل ما يقولون بلغتنا شعر تشست السوق.
الله. السوق ليش؟ لاني كنت اطلع ويا الفنانين وكانوا يسوون لي كاسيت واخراج جميل. وكان كل فئه كل مره مثلا اعلان اخباري ولا شيء يحطونه وما خلوا اي اعلان، ففعلا مبيعات اثر الشركه. ما توقعت ان شاعر يبيع مثل فنان مطرب طبعا، لان الشكل والمضمون كان غير واسمه كان غريب. صح، شعر دوت كوم. دوت كوم شيء عجيب وغريب يعني، سبق هذا اعتبره. حتى انا حاط بيتين فيها دوت كوم دوت نت، وصلنا عصر الانترنت. فحتى هاي بشاره، اي روح هاي استشراف. الشاعر عنده استشراف ترى المستقبل. اكيد لازم يكون عندك مبادره، وهذه اللي انا اقولها في جغرافيه الشاعر، انك انت لازم تكون عندك بصمه. طبعا طبعا. زي يعني متى بنسمع عن عبد الله مشمى صادر ديوان مطبوع؟ والله هذا هذا تخرت. حلم 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 يراودني. حلم بعد حلم بعد حلم، لين اصحى منه ان شاء الله مرتب. لكن في عندي ان شاء الله بيكون عندي اصدارات منها ثقافيه ومنها تخص الاستشارات كذلك، ومنها شعر باذن الله. جميل. اذا خلنا نسمع القصيده مصوره لك. نسمع القصيده. خذيت اللي تبغاه مني، خذيت اللي تبغاه مني، وصلت لاخر اهدافك خلاص، وخذت مصلحتك، وقلت ان الحشا عافك، يعوف يعوف ولو يكره لمعلومك ترى احسن. انا مندم على مثلك واقول الحظ لا شافك، عطيتك كل ما عندي، عطيتك قلبي وعقلي، وغطيتك بتفكيري من ما ضاك الاكتافك. بعد كل هذا يا الظالم تجافيني وتتغير، وترمي الحبل على الغارب وتكشف خلوة صداف، ولكنك نسيتني نهر يجري ولا يوقف، مع الأيام أنا أقدر أنسى حتى أوصافك. راح تعود لي مكسور، راح تعود لي مكسور، وغيرك شارين ودي، ولما تجيني راح أمنعك وأقول يا هي ترى طافك. صح لسانك ابو احمد، دائما مبدع وتتحفنا بهالابداعات هاي الجميله. خير الله يعافيك ابو احمد. من الشعر الى الاستشاره، يعني انت مستشار في التنميه البشريه. وما شاء الله يعني جهودك جباره. جزاك الله خير. ونحن نشوف دائما متابعينك. بس كيف وصلت يعني من الشعر الى الاستشاره؟ يعني هل الشعر هو اللي خلاك، ولا بالعكس، ولا بشو بالضبط؟ فهمنا يعني. والله اول شيء انا اقف وانحني وارفع القبه على الشعر والامسيات اللي جاءت مني شخص عنده هذه الادوات في ما يسعى له الجميع اليوم، هو نقل المعرفه. حلو. الحمد لله انا من الناس اللي يعني عشت في اكثر من قطر مهني، ولذا صقلت هذه كل يعني من السلك العسكري من السلك العسكري الى السلك الادبي، ومن الادبي الى الشعري، ومن الشعري جمعت هذه الخبرات كلها، وتكونت عندي تكوين اخر مهني هو الاستطاعه في نقل المعرفه ومتابعه هذه المعرفه والحلول السريعه. بما مثل ما قلت ان كان عندنا سرعه بديهه في الامسيات، انت وطاولتك والجمهور مترين، فكانت عندك سرعه بديهه. اليوم نتعامل مع حالات، اليوم وصلنا كنا نتعامل مع شخصيات، اليوم ما تتعامل مع شخصيه، اليوم تتعامل مع حاله. حتى اخوك اللي تتلاقى وياه هو بالنسبه لك حاله، فتحولنا كنا دكاتره. ليش؟ انت ابنك تتعامل وياه كحاله. صح. لانه ممكن الله يرزقك اكثر من ابن، ولكن كل ابن ما تتعامل وياه شخص. لازم ننسى اليوم احنا موضوع الشخص، نتعامل مع حالات. البقاله، صاحب البقاله هو حاله تتعامل وياه. فانا حولت هذه الحالات والخبرات من كثر ما كنت اقود ايام السلك العسكري وانا ضابط وقائد الى مجموعه من الافراد، تعلمت منهم وتلمذت على ايديهم. جميل. وفعلا منهم كان الكبير اكبر مني سنا، وكان منهم في سني، وكان منهم اصغر، وعلى مدار السنين تعلمت منهم، وكنت هناك مدرب في هذا السلك. وبعدين طلعنا في الادب، حتى في قضيه الشعر، واحنا تلقينا اذكر في بيت عندي في الشقه عندي مره من سنين معك. صح. على اساس صح بس نتناقش في موضوع الشعر. وكانت لي وجهات نظر، وعندي شغله، وفي من الاخوه لا زالوا يونا في الاستشاره. فالشعر هو له البركه في اني انا اوصل لهذا المجال. ولكن بعد طورت نفسي ودرست وعرفت آليات وماهيات جديده في التعامل مع الحالات هذه.
يعني الشاعر يسبق ولا المستشار يسبق؟ لا هو يسبقني، هو الشاعر ما يخليني رغم اني مستشار، لان اليوم حتى من اعمل منهم كمدراء اجلاء كبار ما يسبقك مثلا مستشار، يقول لك على طول على شاعر، يعني حتى مو باسمك. انا في 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 هذه المهنه وانت اتعامل وياك في هذه المؤسسه على ان هذه المهنه بعد يسبقك بالشعر. سبحان الله. فما اي شعر كانت اقوى. انت ما يطلبون منك قصيده في بعض الاحيان؟ كثير كثير، حتى في التدريب لما اسير مثلا يكون عندي برنامج تدريبي معين بعد النهايه او قبل البدايه قال الشاعر زين قبل ما نبدا يقول لنا قصيده، فاحاول بقدر الامكان اني ابعد هذا الجو واخليه في الترفيه احيانا. في الترفيه لان راح تستوي ازدواجيه مو في مصلحه، ما تصب في مصلحه البرنامج. بالفعل بالفعل. مره انا اذكر حضرت بعد دوره من هالدورات. نعم. زين فيعرفون ان انا شاعر طبعا. خالد نبغى قصيده اخر البرنامج. ما يصير يا جماعه، انا جاي اتعلم التنميه البشريه والتنميه الذاتيه، فشو يخص الشعر؟ وبالفعل ما اجبرون ان اخر شيء لا باس في اخر شيء، بس انه في اول شيء انا ما احبذه لانه راح يتكرر الطلب اكثر من مره اذا بديت بها. لكن توعد اذا انت على قدر انك انت توفي، توعد ان شاء الله في اخر البرنامج ممكن، وتكون هي فاكهه التخرج يعني. اي هكذا. نعم بالفعل. ابو احمد الوقت ازف ونحن مستمتعين معاكم، ما نبغى يخلص الوقت، خاصه الجو حلو ومع الاشعار هاي الجميله يحلى اكثر واكثر. الله يبارك. شو رايك نبات ونكمل؟ نختم في قصيده من قصائدك الرائعه ان شاء الله. راح اتكلم عن جنوني العاقل. رائع. وخليك معي في هندسه هذه الابيات. اكيد. هي حزينه شوي ولكن انا اتكلم عن هندسه التركيبه. اقول تذكرتك. تذكرتك وانا لملم بقايا جرحي المنثور، عصف قلبي على غره رمى كل اللي جمعته. تذكرتك وانا لملم بقايا جرحي المنثور، عصف قلبي على غره رمى كل اللي جمعته. رجعت الملم جروحي ولكن واقعي مكسور، وانت في مهاد البعد همي ما تذوقته. تبنيت بحياتك درب وهو صفحة بلي اسطور، ولا بيدق قلم تكتب نهاية قلب صوبت. رميت الماضي بغيابك وصار الحب شيء محظور، وجازيت الهنا سكين تتمرجح على رقبته. تذكرتك وناسني أعاقب قلبي المهجور، برغم أني نسيتك بس غلطت وقلبي ما دست، لجل هذا تلمستك شلل في كفي المقهور. بعد ما اغتلت فيني كل شيء منك قربت، رسمت أحلامي في لوحة نفس ألوانها بلور، وصرت جنوني العاقل إلين قصيتني بغتة. صعقت الصمت في كوني نفض هم الظلام النور، تبخر صادق إحساسي بعد ما فيك ذوبت. الله الله الله. صح بوحك. الله يبارك فيك. أشكرك على حضورك، أشكرك على إبداعاتك، أشكرك على إلقائك، أشكرك على هالمتعة اللي أمتعتنا فيها. الشكر موصول لكم. أيوة والله. والله في هذه القناة الجميلة الرائعة المثقفة المؤدبة اللي لها فضل على كل الإخوان وكل الناس اللي تستفيد منها، وكذلك موصول للقائمين على هذا البرنامج بما فيهم من أصغر واحد خلف الكاميرات والإضاءات والمنسقين والمعدين إلى وصولا لك والسيد المخرج الكريم. فأنا فعلا لا أملك سوى الشكر والتقدير لكم، ونتمنى التواصل في أكثر من حلقة وأكثر من برنامج، ونحن تحت أمركم في أي وقت. الله شرف لنا. الله شرف لنا أبو أحمد. والشكر أيضا موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى، فانتظرونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.